للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من دبي الكاتب والمحلل السياسي السعودي الأستاذ عبد العزيز الخميس. أستاذ عبد العزيز، بعد التحية، ما الذي يسعى إليه النظام القطري من استمرار دعم الإرهابيين في المنطقة؟ طبعا التحالف ما بين الإرهابيين وحركات عصابات التخريب والتدمير في العالم العربي بمختلف أنواعها، سنية أو شيعية أو غير ذلك، هو تحالف قديم وليس بالجديد، منذ أن تملك حمد بن خليفة السلطة في الدوحة. هذا التحالف مبني على مصالح ومنافع، أولها هي إرضاء نشوة وطموح حمد بن خليفة للتخريب والتدمير منذ صغره، وهو معروف تماما بعلاقاته المشبوهة مع هذه العصابات. هو بدأ منذ صغره بعلاقات مع يسمون القوميين العرب، الحركات الفلسطينية القومية من جورج حبش وغيرها، والتي كانت تختطف وتفجر وتقوم بأعمال ضد دول خليجية وعربية وحتى دولية. ثم بعد ذلك تحول إلى دعم حركات إسلامية حينما رأى أفول نجم الحركات القومية وصعود نجم الحركات الإسلاموية، وهو بالتالي معروف بهذه الرغبة أن يثبت نفسه داخل المحيط الخليجي والمحيط العربي. ولكن هذا الإثبات طبعا فاشل، وهو من منقول بالجرس إلى ذلك. نعم أستاذ عبد العزيز، كيف تنظر إلى التجاوزات التي قام بها النظام القطري للقوانين والاتفاقيات العربية والدولية؟ هذه التجاوزات معروفة ومثبتة، وما أتت المقاطعة الخليجية والعربية الدول الرباعي إلا دليلا على ذلك. طبعا لا أحد يريد أن يقاطع دولة عربية أخرى وخاصة الدولة الخليجية وشقيقة، ولكن للأسف نظام الحمدين هم الذين دعوا لهذه المقاطعة بما فعلوه وبما تآمروا عليه، وتسجيلات موجودة مع القذافي وغيرها من ملفات الاستخبارات الكثيرة التي تدل دلالة صادقة على أن نظام الحمدين لا يريد الخير للمنطقة. وهذه الاتفاقيات للأسف بسبب أموال الغاز في التي يمتلكها نظام الحمدين يستطيع رشوة ليس فقط منظمات أو حركات حقوق الإنسان أو غيرها، بل حتى دول، بالتالي تغض الطرف عن نشاطاته. ورأينا التحول الأمريكي في الموقف منذ بداية المقاطعة إلى غيرها، فبالتالي زمن سيثبت تماما أن كل هذه المغامرات لنظام الحمدين فاشلة، وأنه يبعثر أموال الشعب القطري في أفعال مجنونة وهوجاء مثله مثل غيره. رحل الآخرين القذافي 96 وغيرهم ممن حاولوا إثبات وجودهم، لكن الزمن لا يرحم والتاريخ أيضا لا يرحم، ومن هو على الحق سيبقى قويا، ومن هو عادل ما شعبه وأيضا. نعم، الكاتب والمحلل السياسي السعودي الأستاذ عبد العزيز الخميس، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات.